عند مشاهدتك لأعمال الصيانة الأشبه بإعادة بناء مستشفى جديد للأطفال، لن تصدق أنه ما يزال يقدم خدماته بشكل جزئي. وتؤكد إدارة مستشفى الجلاء للأطفال أنها لم تجد حلا بديلا واختارت الاستمرار في العمل، نظرا لما يشكله هذا المرفق من أهمية في مجال علاج أمراض الأطفال داخل العاصمة. إدارة المستشفى رأت أن تكون الصيانة صيانة جزئية، من ناحية بالجزء ينصان ذلك، لأن نبو حاجتين اثنين. رقم واحد الاستمرارية في تقديم الخدمات الطبية للأطفال، وفي نفس الوقت حقيقة يعني دائما المستشفى يكون وحدة واحدة، ما نبوش نفرقوا العناصر الطبية، وهذا يخدم الجميع، يخدم المستشفى كمستشفى، وكالمريض يلقى خدمة تقدم للأطفال. ارتفاع أسعار العلاج بالمصحات الخاصة وضعف الخدمات الصحية المقدمة للأطفال في باقي المستشفيات العامة هي من أهم الأسباب التي جعلت الجلاء مقصداً لمن ضاقت به السبل. بمنا المستشفى نتوقعه ينهار علينا في أي لحظة. الرجاء اهتمام بالصحة، نحن هذا موضوع هام جداً. وبالنسبة لمدير مستشفى الجلاء بارك الله فيه، ونوجه نداء لمدير مستشفى طرابلس الطبي والمستشفى الخضراء، على الأقل يستقبلوا الحالات اللي بدل ما تجي هنا يستقبلوها غادي. تو زي هنا يقولك أسرة ما فيش، ومن فعلا أسرة ما فيش، من حقه من المستشفى تحت صيانة، لكن تانين يقولك ما فيش، وين يمشي المواطن؟ وين يتجه؟ كان المصحات الكشف بثلاثين واربعين وخمسين، وين بيتجه؟ نسافروا برا؟ خلاص أفتحونا مجال لوزارة الصحة نحن نطلع نعالج برا على حساب الدولة. ورغم الخطورة التي تشكلها أعمال الصيانة الجارية، يستقبل المستشفى يومياً عشرات الحالات، ويأوي قرابة 70 طفلاً يتلقون العلاج وسط ضجيج لا يعرف متى وكيف سينتهي. لقناة ليبيا الأحرار، مراد الرحيبي، طرابلس.